ايس كريم لمريض السكر لكيتو دايت، نجيب اي عبوه متوفره عنا اذا غير متوفر القوالب عنا، او اي عودان. يعني الموضوع كتير بسيط، انا بديكم مجرد افكار وانتو لازم تبدعوا من عندكم. كريمه طازجه، الكميه اختياري، بوضع بديل السكر، النوع الكميه اختياري، وقليل من الفانيلا. انا وضعت ستيفيا بديل السكر، نخفق وبعدين نوضعها بالقوالب ونوضعها بالفريزر 4 ساعات اقل شيء بالفريزر. ممكن نوضع هيك حليب طعم الحليب، هيك ممكن نوضع طعم الكاكاو، نوضع كاكاو خام معلقة أو معلقتين حسب رغبتكم، نوضع مكسرات ممكن، كثير هي رهيبة بالمكسرات والكاكاو. ممكن نعمل بنكهة الفراولة، بنجيب طعم الفراولة من عند العطار ونجيب لون الطعام، بنوضع مع الزبدة الزائبة ونكهة الفانيلا، والموضوع كتير بسيط، أنا بديكم أفكار وأنتوا ابدعوا من عندكم. ممكن نعملها بالكاكاو، زبدة طبيعية 100 جرام، 2 معلقة كبيرة كاكاو خام وفانيلا، طبعا الفانيلا بدون سكر بتكون، وبديل السكر الكمية والنوع هو اختياري، أنا وضعت ستيفيا. ممكن نوضع مكسرات، أنا وضعت أيضا مكسرات في قلب الخليط، وهيك نسكبها. دائما التخزين يكون بالفريزر، أقل شيء لازم نوضعها بالفريزر طبعا في البداية 4 ساعات أقل شيء قبل ما نتعامل معها، كتير هي روعة، أتمنى أن أنتم تجربوها، يعني فيها مرونة، كتير فيها مرونة. عندي أكثر من 600 وصفة صحية، مهتم بالغذاء الصحي، يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.